السلامة، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف متعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيه على ضربة قوية برشا وباش تفرحنا كان يوقف فيها من ضربات كيف هكا تترجع تونس غنية في يومين. الديوان التونسي تحجز مبلغ مالي كبير برشا قدره 641 ألف دينار ومعاه 773 صك بنك يشوف قد ايه فيهم فلوس. ثم كانت مصالح الديوان التونسية يوم أمس الأربعاء من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة والعملة التونسية قدرها 641 ألف دينار إضافة إلى 773 صك بنك قيمتها الجملية فقط 5.5 مليون دولار، فقط معناتها 5 مليارات. يأتي ذلك إثر عملية مداهمة لعدد من المحلات التابعة لأطراف ضالعة في التهريب بجهة سوسة. شوف التهريب قديش فيه فلوس، هنعود نخدم كل في التهريب. وأوضحت الديوانة التونسية في بلاغ لها يوم الخميس أن هذا العمل انطلق بمهام استعلامية شاركت فيها فرق تابعة لإدارة الأبحاث الديوانية وإدارة الحرس الديواني ومكتب الأمن الديواني، مكنت من اختراق إحدى شبكات التهريب وتحديد معطيات دقيقة حول نشاطها. وفي الإطار نفسه أحبطت مصالح الحرس الديواني بكل من صفاقس وبن قردين محاولة تهريب عملة تونسية تم على إثرها حجز 90 ألف دينار بعد مداهمة محل بجهة صفاقس وحجر 180 ألف دينار بجهة بن قردين بعد إخضاع سيارة لتفتيش الدقيقة من قبل دورية تبع الحرس الديواني بين بن قردين على مستوى في طريق وادي في سايب الطريقة الوطنية رقم 1 وفق نفس البلاغ. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وباي باي.